صباح الفل يابا. صباح الجمال. طب يابا بسرعه عشان بس انا ورايا ايه؟ ورايا شغل الله يصلح حالك. يا عم انا رقبت اطير حالا اهو. حبيبي 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 حبيبي. يا باشا ربنا يديك الصحه، مفيش حد بياخد حاجه مش طبعا. اه كل واحد بياخد نصيبه يا حاج. بالظبط الله ينور عليك. انا مثلا أيوة. شغال مع انا اصلا شغال مع انتكور. اه. يعني هعمل ايه طيب؟ وزوم شغلانتي. ايوه سباك شغال حاجه زفت. ايوه بس خلي بالك اقول لك على حاجه، الحياه بسيطه الحمد لله رب العالمين، محدش واخد منها حاجه. اهم حاجه بالحلال. برافو عليك. اهم حاجه بالحلال يا حاج. برافو عليك. طالما انت برافو عليك كل حاجه بالحلال. الحرام ملوش دين. ليه؟ ليه؟ اسالني ليه؟ ليه؟ عشان الدنيا بابين. باب بتخش منه وباب بتخرج. طرق. ايوه الله ينور عليك. تخش بقى يا عم الله اكبر عليك، يعني مؤاخذه لما تنزل وانت اعمالك اللي تحسب عليها. ايوه ما كل واحد حق اعماله. اه انا الحمد لله عايش عشان خاطر الناس، عايش عشان خاطر الحبايب والصحاب. بس ازاي وطب ولادك طيب؟ ما انا بقول لك عايش عشانهم كلهم الحمد لله رب العالمين، مش عايز حاجه من الدنيا. عايزين نهدى بس. هتاخد كام بقى؟ يا عم والله اللي انت هتدفعه هاخده منك مع تنيها. يعني كام يعني؟ ما انت بتضحكش عليا وخلينا نمسك بعض تاني. لا يا عم احنا مسكنا في بعض الاولاني. ما معلش ما انا كل يوم في ام الطريق ده. لا يا عم انت عندك الزنيه. الزنيه دي يا حاج. مزنوق كده في نفسك ليه؟ مزنوق ازاي يا حاج؟ في حاجه صباحك فوق. مالك يا عم سيبها على صوابعك مش زي بعضيها. يا عم صوابعك مش زي بعضيها. لا يا عم. ماكس معاك ولا؟ لا لا ما تدخلش الله يصلح حالنا وحالك ولا معلش. عشان كورونا انت تعبان ولا ظروفك ايه؟ واحد صاحبي كان تعبان. اه. اه كان عايز كليه. كده اه وعيت تاني كان عايز حته الكبد اديت له. اه اه ما الكبد ده فصوص خلي بالك انت عارف. آه. لو مؤاخذه لو لا قدر الله الكبد ده يعني حصل لو مؤاخذه حاجه في الكبد ولا بتاع. اه لو قد كده حته الكبد تكبر. آه. وتلم نفسها ويرجع كبد سليم تاني. ربنا يديك الصحه يا حاج. الله يبارك لك يا حبيبي. انت عندك كام سنه يابا؟ انت الله يبارك لك يا حبيبي. تاني انت عندك كام سنه؟ الله يبارك لك يا حبيبي. ما يابا انت زي الفل يابا. صباح الفرد يابا. صباح الفرد. الله يخليك. صباح الفل. قطعك يا حاج. الله يكرمك. عايز اغلب العيال خالص. انت عايش ليه يا اخويا؟ ده كوبيا بالصلاه على النبي. اطلع بسرعه على النبي يابا. بس بسرعه على النبي. ربنا ياخدك. ربنا يسامحك يا حاج. برحمته برحمته. ربنا يولع فيك. معصيك يعني معصيك. اورا 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 اورا. اه والله ايه دي؟ ايه؟ تعرف فيه؟ بتاع ايه؟ معايا لو مؤاخذة الشوكولاتة بتاعتي. الشوكولاتة بتديني طاقة. امسك كل دي. لا لا مش عارف. لا ولا بس لا ولا عشان خاطري. عشان خاطري اكل لوحدي؟ لا 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 اكل لوحدي عيب عليك. والله كنت عايز اوجب معاك والله بس يا عم. طب ولا لا تاكل حتة يا عم؟ مش عارف يا جدع والله ابدا. امسك كل دي. والله انت راجل محترم. الشرقية برضه عينك زي الكرمة كده برضه. الله يكرمك. عارف كده ان الشرقية؟ ايه؟ والله الشرقية حدايا. احسن ناس. اعلى واجب. احسن ناس والله. اعلى واجب. والله احسن ناس. فعايز بكفر كمان. هاي كلها بقى دي يا طب انا والشفا كده يا حبيبي. جميل. استنى كده اما نشوف ايه دي. ايه؟ بقول لك ايه؟ والنبي عشان انا مؤاخذة عشان قايل له انا قايل له ما بعتليش صوت ما بعتليش. اقرا لي كده اللي مكتوب. حاضر يابا حاضر يابا. وديك الصحة. ابو غالي. ايوه. احنا مستنيينك. ايه بقى؟ الحضرفانشة بيخنشر والكيري. أيوة. كافش والكيري قافش. اه قافش. ايوه كراوي. أيوة. الفار دخل المصيادة. ايوه الفار في المصيادة. اه احنا قطرينك اول ما ياكل شوكولاتة. ايوه اول ما ياكل الشوكولاتة. ايوه وقف عند عربية البطاطا. ايوه وقف عند عربية البطاطا. ايه تاني؟ ابو غالي ابو غالي احنا مستنيينك. ابعت له معلش اكتب له قول له علم. اكتب له؟ اه قول له علم. اه والفار هيعجبكم. ايوه ولو انت عايز الفار استناني عند الجدار. ايه اللغه بنت اللذينه يا عم؟ ماشي اكتب هم هيفهموها. عشان الفار هيعجبكم. اه الفار هيعجبكم استنوني عند الجدار. الشوكولاته يعني يا حبيبي. اكتب اطمن هيعجبك الفار استناني عند الجدار. كتبت كده؟ اه بس ابعد بقى. ما تكتب يا اخويا. خلاص ماشي يا حاج. انت مش عارف تكتب؟ ايوه بسرعه بقى الله يكرمك كده. ايوه شكرا شكرا يا حبيبي. ممكن بس انزل بس اروح بس الحمام بس عشان مظلوم. ايه ماشي هننزلك. حاضر بس اوصلك. انت رايح عند القر عند الجدار. تمنني يا حاج ممكن بس انزل بس اروح الحمام بس. ايه
تروح الحمام. ماشي هتروح يا عم. اهلا المعلم ابو غالي. صباح الفل يا معلم فيل. حبيبي يا معلم. معلم المعلم فيل الدرفيل وصل. يلا بينا. الرجاله عند عربيه البطاطا. اه جاهزين يا معلم. ماشي كله تمام. كله تمام. فين جبت الشنطه؟ ايه الشنطه؟ الفرع اهو. بتعمل ايه يا عم؟ الفرع اهو. هيصفي هيصفي. خد بس خد يا عم. اقف فين يا عم؟ اقف كده يلا. اقعد بس ولا ايه؟ يلا هيصفي. هيصفي هيصفي معاك الفرع. يلا بس انت اهدى بس. ايه مشكلتك فين؟ انا عاوزين تخش الحمام يا عم انت. المعلم فين الدرفيل؟ استنى بس. هياخدك هياخد منك كيلو ويسيب لك واحد. اللي ده يا عم انت وسع كده يلا. وخص هي دي الحاجة. هي دي الحاجة. يلا وسع يلا كده يلا وسع كده يلا. هاجي لك تاني يا معلم درفيل. معلم درفيل. وسع كده يلا. اسمك ايه؟ انا اسمي ابراهيم السمان. مذيع ولا منذان؟ زي حبيبي حبيبي. مذيع ولا منذان؟ مذيع يا غالي. حبيبي خد مخضوض ولا مش مخضوض؟ لا مش مخضوض. طب مذيع ولا منذان؟ مذيع. طب حاضر ماشي. سلام عليكم. كان معانا النهارده المعلم فيل الدرفيل. ماشي بالكريزي عذرا عزيزي. احنا كريزي ملوك الكريزي. عم ابو سلام. سلام عليكم.